زراعة الرز بيحتاج طبعا وقت وجهد كبير جدا من المزارعين ومتابعة بشكل مستمر وشكل يومي، عشان لأن الرز طبعا من الحاجات اللي بتستهلك كميات كبيرة جدا من المية خلال عملية الزراعة، وبيبدأ المزارع أنه يخفف المية عنه قبل حصاد المحصول بأسابيع قليلة جدا، وطول الموسم الرز طبعا من الحاجات اللي بتستهلك مية كتيرة جدا. يا من، إزاي نحافظ على ترشيد استهلاك المية خلال زراعة محصول الرز؟ هل المزارع له دور فعلا أنه يحافظ على المية خلال عملية الزراعة؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا اللي موجود معانا على التليفون، الدكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الرز الهجين والسوبر. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بك. أهلا، صباح النور يا فندم. صباح النور يا دكتور. المزارع المفروض يعمل ايه عشان يحافظ على ترشيد الميه خلال زراعه الرز؟ في طرق بقى بقت مستحدثه يقدر يتبعها، ولا احنا بنعتمد على خبراتهم وطريقتهم في ترشيد الميه؟ هو اساتك بس في تعقيب بس صغير، ان زمان كان نقدر نقول ان الرز كان شره للميه. شره للميه لعده اسباب، ان الاصناف القديمه كانت مده مكوسها في الارض بتمكس مده طويله في الارض بتصل الى 160 يوم، وكانت تركيبها الوراثي كان ضعيف للتحمل للملوحه ونقص الميه. اما من الثمانينات لحد دلوقتي مصر حصل فيها ثوره هائله جدا، وفي ظل التقدم الزراعي الملموس في مصر حاليا واللي بيشغل يعني حيز كبير جدا من اهتمامات وزارة الزراعة ومن جهودنا كباحثين في وزارة الزراعة، أمكن تغيير التركيب النباتي للرز بحيث أنه هو يقدر يتحمل نقص المية، ويقدر كمان نقدر نستخدم ترشيد المية فيه، لأن ده اللي لازم يفهمه المزارع، لازم يفهموا المزارع، لان فعلا احنا محتاجين كل قطره ميه. مستوى الاصناف اللي طالع دلوقتي يعني اجود الاصناف المصريه في قدرتها على استغلال وحده يعني مراكز البحوث يا دكتور محتاجين. اشتغلت على التكوين الجيني بتاع الحبوب التقاوي نفسها، لان احنا طول عمرنا كنا بنسمع ان المزارع السمكيه بتبقى موجوده في الاماكن اللي بيتم فيها زراعه الرز علشان نقدر نستفيد من المياه الكتير اللي موجوده. زمان كان الرز بيستخدم لاستصلاح الاراضي، زمان كان بيتم ري الرز بشراهه، دلوقتي لا، كان زمان عندنا المعدل بتاع كميه الميه مناسب للافراد مناسب للنباتات، لكن دلوقتي لا، احنا محتاجين كل قطره ميه. اللي حصل تطوير لنبات الرز في مصر بحيث ان طلع مجموعه من الاصناف تتلائم مع كل طرق الزراعه، سواء طرق زراعه حديثه او طرق زراعه تقليديه، ونقدر كمان نستخدم اقل كميه ميه. بعد ما كنا بنستهلك من 7000 ل 8000 متر مكعب ميه، طلعت بعدها الاصناف التقليديه الحديثه اللي بتستهلك 5000 ل 6000 متر مكعب ميه، وقدرنا نوفر ثلث كميه الميه. النهارده حصل تطور جديد بحاجه اسمها نيو بلانت تايب، او اصناف الرز الحديثه، الاصناف غير التقليديه زي رز الهجين ورز السوبر، الموجه العالميه المعروفه اعلاميا الرز العملاق، الرز العملاق ده اللي امكن تسجيل منه مجموعه من الاصناف في مصر بالاضافه للاصناف التقليديه، بيوصل استهلاكه 4200 لحد 4500 متر مكعب ميه، يعني احنا احسن دوله او اعلى دوله في العالم في استخدام، وعندها اصناف ذات كفاءه عاليه في استخدام الميه. جميل يعني جدا الاصناف دي يا دكتور حمدي عشان نكون فاهمين. المكعب المتر المربع ممكن 100 كيلو جرام رز. طيب عشان نكون فاهمين اكتر يا دكتور حمدي، الاصناف دي هل يجوز زراعتها في كل انحاء المحافظات المختلف انحاء الجمهوريه يعني اقصد، ولا بتبقى على حسب الاماكن؟ بص سيادتك، احنا عندنا حزام اسمه حزام الرز. حزام الرز في مصر ده يعني من اصعب الاحزمه الموجوده، لانه موجود في شمال دلتا مصر، مجموعه محافظات الشمال دي اللي هي سواء في نهايات الترع
أو متأثرة بالملوحة واللي وقع تحت قرار الري إن ممنوع زراعة رز في خارج نطاق المحافظات التسعة المحددة زي كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والغربية والشرقية كلها أماكن محددة فلها أصناف، الأصناف اللي طالعة ديت إيه؟ إحنا عندنا الحمد لله مجموعة كويسة جدا من الأصناف، زي عندنا الأصناف التقليدية طالع منها أصناف زي جيزة 177 ده بيقعد 125 يوم في الأرض، منهم 30 يوم في المشتل. عندنا جيزة 178 وجيزة 179 وجيزة 183 أصناف مبكرة ومتحملة لندرة مياه الري، كل جميل. المحافظات اللي هي بتاعت شمال الدلتا ممكن تزرعها، كل الأصناف التقليدية دي بتاخد 5400 متر مكعب مية لحد 6000 متر مكعب مية، لكن الأصناف الغير تقليدية اللي طلعناها زي سخا سوبر 300 و301 و302 و303 بتاخد 4300 لحد 4500 متر مكعب ميه. المشكله ان كيف يستثمر المزارع هذه الاصناف وفق احتياجاتها المائيه الفعليه، يعني معنى كده ان ما عادش في الطريقه التقليديه طريقه الغمر وطريقه صحيح ده مهم جدا يا فندم لانه بيعود في النهايه على الانتاجيه كمان بالنسبه لمحصول رز، وفي نفس الوقت انا بستفيد من كل قطره مياه. كل الشكر لحضرتك دكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير الرز الهجين والسوبر.